بحالنا تفتح على ابني احمد وتنجح مقصده. ربنا يسمع منك يا كبدي يا ابني. الواد اتمقت من المذاكره 15 سنه في المدارس. ربنا عوض صبره وصبرنا خير. حلمت الحلم اللي في امبارح اللي سي احمد بيه قاعد على كرسي كبير مذهب في اوضه واسعه مفروشه وبساط احمر وفروس بردان واقف على باب الاوضه بيحوش الناس اللي عاوزين يقابلوه، وانا واقفه على عتبه الباب بفقع بالزغروطه. جا الفراش يحوشني قلت له سيبني، ده سيدي وابن سيدي. كنت تشوف يا ست راوية ده حلمي ما يقعش الارض ابدا. سي احمد هياخدوه في وظيفه كبيره قوي في الحكومه. ربنا يسمع منك يا ام سيد. يا دي الليله الناديه لما اشوف سي احمد بيشيل الطرح يبوسك في قرصي. ايه الكلام ده يا ام سيد؟ المهم ان احمد يلاقي شغل ويبقى محامي مشهور. انت ما شفتيش محامي لابس ربع؟ ربع يا ستي؟ اللبس اللي بيلبسه المحامي وهو بيترافع. مش العبايه السودا دي؟ شفتها مره لما اتعارض وسيد قمت لواحد محامي ده عامله زي ملايك الله. الله يجازيك يا ام سيد. انا هقول لك حاجه محدش في البيت عارفها، انا اشتريت قماش وفصلت روب بايدي لاحمد، كان قلبي حاسس انه هياخد اللصام. انا هتكل على الله النهارده وافوت على عبد القادر بيه المحامي عشان اشوف عمل ايه في قضيه تعديل معاشي اللي رفعها لي على مصلحه سكه خليج. تعرف يا خليجه انه محامي كبير قوي، ولولا انه يعرفني من 30 سنه ما كانش قبل انه يتفق معايا على اتعاب بسيطه. يا ريت يقبل انه ياخد ابن احمد يتمرن عنده في مكتبه. اول احمد ما يشتغل هتمم فرحتنا وجوزه راويه. ودي عاوزه كلام، ده كل املي
راوية ما فيش حد زيها أبدا. البنت دي طالعة لأمها، مرحومة أختي كانت ست بيت وعاقلة. فين الأيام دي البنات اللي لا تحط بودرة ولا أحمر؟ دي راوية الكلمة العيب ما تخرجش من بقها. دي من صباحة ربنا تلبس المريالة وتخش المطبخ. فطار جاهز يا سيدي. شوف يا علي صورتي ايام ما كنت بصحتي. ان شاء الله لما اقبض القرشين بتوع وزاره الماليه اللي بطلبهم بيها نأجر بيت في حلوان وترجع صحتك أحسن ما كانت. أمال فين أحمد؟ لازم لسه نايم. أنا قمت وشي الفجر لقيت نور قط طوالع. أنا عارفة بيعمل في روحه كده ليه؟ ده نجح والحمد لله. العجيبة قلت له يريح روحه. ده كان مدة المذاكرة ما يطولش ينام ساعتين. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير يا سيدة. صباح الخير يا عمي. أهلا. صباح الخير يا أمورة. شوفي ان كان احمد صحي قولي له يجي يفطر. حاضر يا سيدي. الفطار جاهز يا احمد بيه. سنة بحرصك انت لسه نايم؟ سأحمد. يعني يا ابني لو كنت نمت على سريرك وريحت جسمك مش احسن من نومتك على المكتب ورقبتك ملوحه كده؟ والله انت غصب عني يا ام السيد. قمت بالليل ادور على علبه الشاي ما لقيتهاش. وما ساعدتنيش ليه يا ابني؟ ما رضيتش عليك، انت طول النهار تعبانه في المطبخ. تعبك راحه يا ابني، كلهم مستنيينك على الفطار بره. تتراوي قالت لك بايدها الحلوه البيض ابو لحمه مفرومه اللي انت بتحبه. صباح الخير. يسعد صباحك يا ابني. صباح الخير يا احمد. اهلا سي احمد. دهدي لابس بدري ورايح على فين؟ والله رايح الكتب خانه. يا دي الكتب والكتب خانه، انت لسه لحقت تفوق من امتحان وكتب المدرسه؟ امبارح قابلت اسماعيل بيه حمدي مدرس القانون المدني، قال لي مبروك على نجاح ابنك احمد. ده انا بيه جدا، بس يا خساره. خساره ايه يا بابا؟ خساره بس يا خساره، موزع مجهوده بين الكتب وشعر المتنبي وابن الرومي وابن الروسي. وماله يا عمي؟ مش احسن من التلامذه اللي لو كلمتهم في اي موضوع بره دروسهم وما عرفوش يردوا عليه؟ ومع ذلك يا عمي احمد اخذ اللي صار الدره والبقيه على التلامذه اللي لا يعرفوا شعر ولا حاجه، وطول الصيف ملمومين جنب كشك المزيكا في جنينه الاسبكيه عاوزين ملحق. حقا يا راويه، لو كنت كملت تعليمك كنت نفعت ابو كاتب. حضر نفسك بقى يا سي احمد، انا رايح اقابل عبد القادر بيه الشرقاوي، اكلمه علشان تتمرن في مكتبه. السلام عليكم. عليكم السلام يا بابا. يا مسايد اديني كوبايه ميه علشان اخد الدواء. سمعت كلام بابا على الصبح، ابن الروم وابن الروسي. ما يقصدش يا احمد، انت عارف عمي قلبه طيب وبيدور على مستقبلك. هفكرك يا راوي، هو بيظن ان مادام خدت الليسانس لازم اشتغل محامي. بتسبب ايه محامي تحت التنبيه؟ انا عامل ترتيبي من دلوقتي، هطلب اتعاب عن القصص اللي بتنشرها لي مجله العصر. من 6 اشهر بكتب عندهم بلاش. ليك حاجه في العدد ده يا احمد؟ ايوه. الرمال البسمه؟ ايوه ايوه. والرمل خليته يبتسم ازاي يا احمد؟ لما تقريها تعرفي. الحقيقه عنوان مغري، الرمال الباسمه. النهارده بس 4 كلموني في التليفون عن قصتك الجديده الرمال الباسمه. انت تعرف اني ساكن في هوليوود. بعد ما قريت روايتك وفتحت الشباك حسيت ان الرمل كله بيضحكني. فين اصول العدد الجديد؟ اتفضل. نحو العودة. لو كنت قدمت نص ساعة كنت قابلت بول جوتار المستشرف بكلية الاداب
اعجب جدا بقصتك فاجعه الحريم اللي اتنشرت عندنا من شهرين. جالي مخصوص علشان يستاذن لترجمتها بالفرنساوي. اكد لي ان النوع ده ينجح نجاح هايل في باريس. انا اهنيك يا استاذ احمد. شكرا. احنا عندنا كم كاتب ترجمت له قصص للغات الاجنبيه. اتفضل. متشكر. يا سلام، مية دعوة في اليوم، عشاء، سينما، الواحد هيفضل ايه ولا ايه؟ تحب تتفرج على الحفلة دي يا استاذ احمد؟ حفلة ايه؟ بالمسكين. يظهر ان الحفلة كويسة، ثمن التذكرة جنيه. اتفضل. متشكر. تحب اكتب لك كلمتين عن الحفلة دي؟ لا، اياك السهرة تدي لك فكرة عن قصة جديدة. بس حاسب على نفسك. من ايه؟ من الجنس اللطيف. عبد القادر بيبي يبارك لك يا احمد. استعد عشان تستلم شغلك في المكتب عنده من بكره. حاضر. لازم تنام الليله بدري عشان تروح المكتب في الميعاد. بتضحك على ايه؟ مفيش، بس كنت حضرتك بتقول لي انام بدري وانا كنت هستاذنك عشان معزوم الليله دي. معزوم فين؟ والله جات لي تذكره في حفله عاوز اتفرج عليه. حفله ايه يا ابني؟ انت خارج من مذاكره وامتحان ووجع قلب، مكن في البيت واستريح بقى. ايه يعني؟ هو مش زي الجدعان اللي في سنه؟ خليه يفرج عن نفسه شويه. حضرتك عارف يا عمي احمد عمره ما اتاخر بره. دايما انتوا تدافعوا عنه، ما حدش هيخسر غيركم انتوا الاثنين. مين انت؟ انت عارف انا مين؟ محمود. انت عامل في نفسك كده ليه يا اخي؟ طول عمرك شيطان. لكن ما عرفتش اغويك. ازيك يا احمد؟ الله يحفظك. عملت ايه في الامتحان؟ طبعا ما دخلتش. ليه بس؟ قول لي اعمل ايه باللي طمع؟ شغلانه في الحكومه ب 12 جنيه ويمرمطوني بقى من دشنا لابو المطامير. انا اقدر ابعد عن الجو ده؟ البور، الموسيقى، الرقص. تعرف ان دي اول مرة احضر فيها حفلة زي دي؟ شوف الانوثة الحية، الجو المعطر، الضحكات، المناغمة الرنانة. هذه الوسط الراقي اللي عمرك ما كتبت عنه. انا بكتب عن الوسط اللي انا عايش فيه؟ لا، ما تكتفيش بحياتك المملة، لازم تعيش الحياة دي كمان. ازاي؟ اضحك، ارقص، اشرب. ارقص اشرب؟ تعالى تعالى. انت عارف دي مين؟ مين؟ زهيرة حلمي. ده اسم شاعري فيه الزهر والحلم. بارمان اتنين بوكنا صودا. لا انت عارف انا ما بشربش. تشربش ازاي؟ انت لسه صغير يا اخي، ما كلنا بنشرب. الدرد حمال يا اخي. اديني واحد اورنجات. اورنجات؟ لا ده برد عليك، خد واحد ينسون احسن. يا محمود. وصار فيفي. تعالوا. عن اذنك. ما انتش فاكر يا سليمان سمعت الضغط قبل كده معايا فين؟ ازاي ما سمعته؟ يا عيني. عيني ايه؟ ده الطنجومي لانكولين. والله طنجو ظريف، يظهر انه جديد. جديد ازاي؟ انت سمعته مره قبل كده معايا في بودابست، ومره ثانيه في التبرز في باريس، وعمرك ما جيت عندي البيت وما سمعتكش اسطوانته. قوم بينا نرقصهم. يا شيخ استني لما يجي خالص. بس ايه؟ انت هتعمل زي الجماعه العواجيز؟ عواجيز؟ يلا بينا. نهر الوادي عمال ايه امبارح؟ دخل شرطي. دفع كام؟ 8 ريال. ده اهدى اهدى، ده انت متحيينه قوي الليله. انا ما لعبتش عليك. يا نمسك، امال لعبتي على مين؟ عليك. انت يا زيزي بترقصي فوق كويس خالص. وانت بترقصي بمبصاله. ايه الفستان الشيك ده؟ حاسب على ريله. اقدم لك احمد بيه علوي المحامي. اشرمتي مدموزيل فيفي. تشرفنا.
عن اذنك يا زيزي. على فين؟ اكلم البلد في التليفون. حد يتكلم الساعه 11 بالليل؟ لا، ما انا معود نظر العزبه على المأتي ده، لازم اكلمه سواريه. محامي صاحب محمود عرفني بيه دلوقتي. انا لازم اعتذر له. تعال ما اعرفك بيه. انا متاسفه جدا، ما كانش قصدي، انا كنت برمي الكره على فيفي. يا ستي حصل خير، كان بيشرب اورانجات خليته له كوكتيل. والله انا متاسفه جدا. لا ابدا، ما حصلش حاجه. زهيره هانم حلمي اللي اسمها شاعري فيه الظهر والحلم. ايه ده يا محمود، انت هتبقى شاعر؟ لا ده مش كلامي، ده كلام الاستاذ احمد علوي المحامي، ده بيكتب روايات مدهشه جدا يا ديدي، لازم اريكي له حاجه. هتكتب حضرتك في انهي مجله؟ في مجله العصر. مجله العصر؟ انا قريت فيها كم قصه كويسين، الرمال الباسمه. على فكره عنوانها ايه القصه اللي قلت لك انها عجبتني؟ عجبتني قوي يا احمد. ليله حب. ليله حب؟ ايوه. انت اللي بتمضي الف عين؟ اهو ده يا ستي الف عين. احمد علوي، انت اسلوبك مضحك. انا قريت قصه ليله حب 4 مرات، ومكسوفه اقول لك ان كل مره كنت بقراها كنت بعيط فيها. انا سعيد جدا. سعيد اني كنت بعيط؟ لا يا فندم، انما سريني ان قصصي اثرت فيك. قصه عجيبه، اما لو حكيت لك عن تاريخ حياتي كنت كتبت عنه اغرب قصه كتبتها. حضرتك شوقتيني ان اعرف. عن اذنك في فرصه ثانيه بحكي لك. أربعة بيبي. أهو ضرب البلد اللي أنت عايزه، يلا بينا نقعد. لا أنا تعبان، يلا بينا نروح. هو أنا هروح أرقص بنص. البنص بعد الطنجو الجميل اللي رقصناه ده تمام، زي بنورة زليب بعد كاس ويسكي. إلا قولي لي يا زيزي، اسمه إيه الطنجو ده؟ ما قلت لك ألف مرة اسمه الميلانكولي. آه يلا بينا. مين ده اللي معاها؟ جوزها؟ لا. ابوها؟ لا. امال مين؟ بيقولوا عمها. ام سيد، ام سيد. نعم يا ستي. الساعة دقت 2 واحمد ما جاش، ده اتأخر قوي. لا يكون جرى له حاجة، خايفة عمي يصحى يصلي الفجر ما يلاقيش رجع. ربنا يستر يا ستي. عشان افتح لك الباب. مفيش حاجة صرفته بنظرك أبدا؟ شوية مزيكا وورق ملون وزيت. وستات لابسين شيء؟ أبدا، كلهم عجايز وحشين. شفتش حاجة على الشماعة وداخل أوضتك؟ لا، في إيه؟ سبت لك حاجة على الشماعة، شوفها واديني رأيك بكرة الصبح. ما تنساش بكرة ميعاد المكتب، أوعى تروح عليك نوبة. بونسوار يا أحمد. بونسوار. Thank you.
هات البيعة وفرقها. طيب حاضر. صباح الخير يا سعادة البيت. أهلا وسهلا. تفضل يا بيت. شرفتني خالص. متشكر جدا. انت زي ابني. انا متفق مع والدك من ايام ما كنت في الحقوق انك لازم تتمرن عندي. ميرسي. انا حاسب لك الجزئيات كلها وقاضي الصحن. عندك الاجنده. شوف قضايا الاسبوع اللي جاي ايه. اطلبها من توفيق افندي وادرسها على مهلك. انا واثق ان التمرين في مكتب سعادتك هيفيدني فايده كبيره جدا. أنا والله يا أستاذ أحمد مكتبي خرج 20-30 من أحسن القضاة ووكلاء النيابة. إذا كنت غاوي مهنتك صحيح أؤكد لك في ظرف 7-8 أشهر إنك مش هتحتاج لأي إرشاد مني. أفندم سعادة البيت، طلع قضايا الأسبوع ده وديها للأستاذ أحمد زميلنا الجديد، وإن كان في حاجة في دور الشهر ده قصاد قاضي الإحالة اديها له برضه. حاضر. إن جات له قضايا شخصية لازم تبشروها له زي العادة. المكتب تحت تصرفه. إحنا في خدمته يا فندم. أنا متشكر جدا يا سعادة البيت. العفو يا ابني. وايه اللي عرفك ان انا عاوز الدوسيه ده يا فندم؟ احنا عندنا كام زبون زي علي بيه، البيه افضله علينا. قول لك دخلني عند الافوكاتو، انا معايا ورقه من الحاج بشندي الكسار، سكري فتحوتي وكسكول المكتب في السماء. سلام عليكم يا بيه، ما تاخدنيش، انا دمي حاج خد ايديا وسايب قهوتي مدشدشه. اه بس اقعد استريح. مين حضرتك؟ الحاج فوق تنبل في توت في توت الحنف تبقل وصاحب قهوة الحنف الكبرى حلية. ايه الحكاية؟ مفيش بقى، الخناق ده انا مبطله بقى لي 4 سنين من يوم ما حجيت بيت الله. لا مسكت شومة ولا نزلت دفة ولا اتوجدت في محكمة، وكافي خير شر، وبدور على اكل العيال الولية وده كريت وثلاث أوانس والعبد لله. بصيت النهارده وانا قاعد على المركات في القهوة، لقيت دفة جاية من البلاقة نازلة على الحنف. الواد فلفل المالطي راح خارج من الدفة وهاجم على القهوة، وهات طاخ طوخ طاخ، راح مدشمش النصبة ومطير الكراسي ومطفش الزباين. خدت نفسي وقلت له عيب يا فلفل، ده انا عمك. لما كنت بنزل في الخناق كنت انت بتدخل في نص هدومك. الواد يظهر كان شارب ما سألش عني وما سكش القهوة الا كوم تراب. وانت عملت ايه؟ اقول لك الحق يا بيه، انا الشيطان وزني، كنت هسحب الشوم من الواد وافتح قرنه. وبعدين قلت في عقلي بالي، انت يا سوقي لك 14 سابقة وقعدوا الله يا بيه وحياك شنبك، 14 سابقة كلها ضر. اه لا عمري سرقت ولا نصبت ولا شميت كوكايين. بقول لك الحق تاني، صعبوا عليا العيال في البيت. قلت يا سوقي لو سيحت دمه هياخدوك من الدار للنار. سبت القهوه زي ما هي ورحت الكراكون، شكيته محضر وتاني جاي جاري على هنا. دي حكايه بسيطه. بسيطه؟ بسيطه ازاي يا استاذ؟ انا ما خدتليش طري من الواد ده اسيح دمه، هفتح نفوخه، هقتله. وليه ده كله؟ ده كنت عاودني حضرتك ما اعملش كده، لازم تحمي قلبك شويه، ما تاخدنيش، انا شايفك هادي ومتربي وابن ناس. امال عاوزنا بقى ايه؟ عاوزك تبقى ايه؟ عاوز اشوفك في الجلسه واقف زي الاسد، عاوز اسمع صوتك بيجنجل وجايب من اخر الشارع، عاوزك ساعه ما تخبط على الترابيزه كده اللي قدام سعادة القاضي الواد فلفل يفز من الخوف. عاوز افرح فيه يا استاذ، نفسي احط صوابعي في عينيه، نفسي اقرص دمارة رقبته. انت مش فهمت الاستاذ على القضية؟ اه اتفضل يا سيدي عادل. السلام عليكم. عليكم السلام.
الرطوش موحشني شوية. صحيح انت احلى من الصورة كتير. شاري وما بزيادة شغب بقى يا سليمان. اخر كاس اللي لادي يا رابع مرة بتقول ان ده اخر كاس. انما اؤكد لك يا سيدي اني قوي الارادة جدا. امبارح كان اخر يوم شربت فيه ابراتيب قبل الغدا. يعني عايز تفهمني انك ما شربتش حاجة النهاردة قبل الغدا؟ ولا حاجة ابدا. ثلاثة فرطوا ما فيش غيركم. وبعدين رحت قايم منطور من البار ورحت مروح على طول. اتغديت ونمت ورحت قايم الساعة 5 زي الحصان تمام. لا صداع ولا وجع راس. امال ايه الاسرين ده؟ قرصين ما فيش غيرهم اخدتهم قبل ما اخرج من البيت النهارده. طالبينك في التليفون يا ست. طيب ايه احمد مين؟ بصير يا فندم. انا خايف اكون ازعجت. انا بكلمك زي ما اتفقنا. امتى اقدر اشوفك؟ مش الليله دي، بكره بعد الظهر. عمي هنا. انت وحشتونا قوي يا ابله نانا. اربع شيري. اربع شيري. انت بتكلمي مين يا زيزي؟ بنت عمي. سلمتيلي عليها؟ لا والله نسيت. لا ما نسيتيش، انت ما رضيتيش. ليه؟ مش عارفه ليه؟ ابدا ما نش عارفه. لا انت عارفه. خايفه لبنت عمك تقع فيا. اي والله طه خايفه لا تقع فيك، بس حتى بتقع انت يوم. ما الله عليك. ما انا وقعت اهو. الله، انت بتحبيني لكن بس بتخبي. انا عارف انك هتفضلي مخلصه لي طول ما انا غايب. وانا كمان هفتكرك كل يوم مرتين. مره لما اقوم من النوم ابص، ومره قبل ما انام برضه ابص، وفي وسط النهار افكر فيكي كده مرتين ثلاثه على الماشي لما اشوف رنار لطيف ولا حته طنطنطيف. ايه الشهر ده كله؟ ولا جوش شبشب. اخيه انا لازم انا بدري علشان اخد اول قطر. والله كان بدي اوصلك لحد اسكندرية لولا نهد عيانة. نهد مين؟ نهد بنت عمي. اوعي تنسي تسلميلي عليها. اول ما ارجع من اوروبا تعرفيني بيها. ما تخافيش انا كنت بهزر يا شيخة. انا قلبي هنا. مثلا انا مروح دلوقتي مش كده؟ انما أنا هنا. أنت حتوحشيني قوي يا زيزي. وأنت حتوحشني يا سليمان، إنما كل ما أشوف صمتك هفتكر. أنا هبعت لك تلغراف من جنوة أول ما أوصل، وتلغراف تاني من فيشي، وكل ليلة بالليل أكتب لك جواب أقول لك فيه على اللي عملته طول النهار. انما انت كفايه عليكي جواب كل اسبوع بس اطمن فيه عن صحتي. يا ستي انا، يا ستي وتاج راسي. اوفارزي. أوفار بقى. أوفار.
الو محمود، مساء يا محمود، انا لسه جايه حالا من السينما. طبعا انا لوحدي، انت عارف ان انا تعبانه وعايزه انام. ايه سيسي وياها؟ مين خطيبها؟ طب تعالوا بس ما تقعدوش كتير. عايز انام شويه. قول لي ليله رقص وغنى، قول لي ليله رقص وغنى، ما تهملوا شويه. طب والله العظيم ايه قله الادب دي يا ولد؟ طب والله يا مستر يا عمر يا من العماره. وشوشو يا خبر ابيض، الخالق الناطق سيدي البيت. تعالي شوفيه جوز خالتك بعينه، سكه مفتوحه، سره فلوس، شاب صغير قلبه مشغول بك وايده في ايدك وفي وسطك وراجه شعره ابيض ولابس عمله. وده يبقى مين يا دادا؟ المأذون. زهيره هاني موجوده؟ مين حضرتك يا فندم؟ احمد علي. اتفضل يا بيه. استريح لما ادي للست خالص. اهلا وسهلا، اتفضل يا مات.
ذوقك مدهش يا زهيرة هانم. ميرسي. مين اللي راسم الصورة دي؟ أنا لما كنت في المير دي جيو وعرضتها في حفلة آخر السنة وخدت عليها الجايزة الأولى، تصور وقتها كان عندي لسه 16 سنة. أنا عارفة أنت عايز تقول إيه؟ إيه؟ رسمتها من كام سنة؟ لا أنا حبيت أسألك بس عن الاسم اللي بيتيه للصورة. لوريت جونيه. حلم النيل؟ أما تعرف خواطر عجيب. إزاي؟ كنت لسه بفكر من كام يوم إنك بتقص عنوانها النيل الحالي. تحب أحكي لك على موضوعها؟ أوي، أنت عارف إني أنا معجبة جدا بقصصك. إعملي قهوة يا مفيدة. حاضر يا ستي. سيجارة؟ إزاي ما بدخنش. يا احمد ان القصه دي لو كتبتها للمسرح يبقى اول روايه هتطلع في مصر. هاديه ناعمه سنتيمونتال، لا فيها شخص ولا نطق. انا مبسوط انك فاهماني، لا في البيت ولا في المكتب فاهميني. انا بشتغل محامي عشان بابا عاوز كده. ما تفكرش في اللي زعلك، بكره تبقى كاتب عظيم. تعالى نشغل في صحه نجاح روايتك. مالك؟ بس انا ما بشربش. تعرف انت تستاهل ايه؟ احمد مش عاجبني الايام دي، اتعود على السهر بره، بس بدي اعرف بيروح فين. الغايب حجته معاه، شغل المكتب كله على دماغه. انا ابني مفيش زيه، عاقل وهادي وحنين، ربنا يكفيه شر ولاد الحرام. انا اتاخرت قوي للادي، لازم الحق اخر اتوبيس. صحيح انت اتاخرت قوي. يظهر ان انا شربت شويه زياده ولا ايه؟ مش فاهم. لما تيجي بكره مش هخليك تشرب كتير. وانا صغير؟ انت صغبان عليا، ايه العيشة اللي انت عايشها دي؟ ومسيد عمال تدق هون طول النهار، وابو رجال عمال يزن في دماغك، القهوة البلدي اللي على ناصية الشارع فاتحة الراديو على اخره، الطاولة، الدومنة، البياعين بأصواتهم المفزعة ما بيرحموكش. فين القرف ده من اللي شفته بعينك في بيت زهيرة؟ الأثاث الفاخر، الفرش اللين المريح، الألوان الزاهية اللي تفرح. وراوية البنت اللخمة السذكة اللي عمرها ما تقدر توقف نبوغك وتحقق مجدك. انت قصصي، انت شاعر، لازم تعيش بأعصابك، ما تنفعكش غير زهيرة. زهيرة شفت منظر ما عجبنيش، لازم اكلم احمد.
منظر ايه؟ مش وقته. ام سيد. افندم. ان كان احمد لبس هدومه قولي له ان انا عاوزه. حاضر يا سيدي. طيب انا جاي. افندم تعوزني يا بابا؟ ايوه اقفل الباب وتعال اقعد. بقى اسلوبك اللطيف في الكتابه اللي كل الناس بتتحدث عنه عاوزين يشوفوا دلوقتي. بس امر يا بابا. انا كتبت كلمتين في الورقه دي وعاوز منك تصلحهم. يتشرف على فندي علوي وكيل الارشيف بمصلحه السكه الحديد سابقا بدعوه حضرتكم لحضور حفله عقد قران الاستاذ احمد علوي المحامي على سليله المجد والشرف الآنسة رويا زهدي. وما جبتوش اسم ابوها ليه؟ ده كان مقاول قد الدنيا. والله عندك حق يا خديجة. على سليلة المجد والشرف الآنسة رويا كريمة المرحوم كامل أفندي زهدي. ايه ده؟ تذكرة ايه وفرح ايه؟ مين قال لكم ان انا عاوز اتجوز؟ مش عاوز تتجوز ليه؟ انت لسه صغير؟ انا اتجوزت امك وانا عندي 18 سنه. انما انا لسه محامي تحت التمرين ما بكسبش حاجه. ما تقولش هم مدام انا امك موجودين في الدنيا. وايه اللي هيجد علينا؟ ما انتوا عايشين معانا يا ابني. المساله مش مساله اكل يا بابا، لازم جهاز. بتحسب اننا ما فكرناش في الحاجات دي كلها؟ راوية اختارت الجهاز وندفع العربون. ومستعجلين على ايه؟ خير البر عاجله. ايه؟ لكن انا انت ايه يا ابني؟ انا ما بفكرش اني اتجوز راوية. ليه كفى الله الشر؟ انا ما بقولش حاجه، راوية بنت كويسه جدا، الف واحد احسن مني ياخدها. انا بحبها زي اختي. زي اختك؟ اللي حسبته لقيته يا خديجه، ادي اللي خدناه من كتابه الروايات وقريتها. انا متاسف قوي يا بابا، احنا مش هنقدر نفهم بعض. مفيش داعي لفتح السراير تاني. وراوية هنقول لها ايه؟ ما تتهرش يا بنتي، ده لازم حد عامل له عمل. والنبي لولا سمعت الكلام ده بودني ما كنت اصدق انه يخرج من بقي. فاحلى ما تزعليش نفسك، وانا بكره من الفجر ان شاء الله هاخد قطر واوديه للشيخ علي يشوفه. دمارة يدوم يا معلم. اقول له ايه يا استاذ؟ يا اخي قول له مش فاضي، بلاش وجع دماغ كل ساعة والتانية. خطور انه بني خطور وحش لسانه. اتفضل. الواد عوض فلفل اللي ما يختشيش على دمه، يفوت النهارده قدام القهوه راكب حمار حفاوي ويطلع لسانه. الناس كلها كلت وش، مفيش قانون، مفيش محكمه، مفيش نيابه تدخل لسان الواد ده جوه بقه. قامت ندامه عليك يا حاج السوقي. الواد عوض فلفل يطلع لك لسانه على اخر الزمن. لسانه ايه يا حاج السوقي؟ انت ما شفتش الاستاذ في اخر جلسة لما اداله سؤالين في عظمه خلاه يتهتف؟ دي فرحتي. وانا خدت ايه لما خلاه يتهتف؟ انا عايز القضية تخلص قبل ما تقتل للغير، قبل ما فرقع وانا ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام. عبد القادر بيه موجود؟ ايوه يا فندم منتظرة. الاستاذ احمد عنده مأمورية خبير في العباسية. انا ما احبش اتعبك، اذا كنت عايز تشوفه فوت علينا بكرة. ما تزعلش يا معلم دسوقي، أنا الليلة هتحاسبك وأشوف عقوبة إخراج اللسان قدام الناس. أنا فاكر إن فيه مادة تقطع لسانه. طب يا أفندم أنا هشوفك، أنا كل نظر. سلام عليكم. ما تنساش يا توفيق أفندي، يبقى فوت عليا بعد ما تشطب المكتب، أنا محضر لك كوباية عصير من اللي قلبك يحبه. هي مسك.
أنا بريء ومظلوم. أبوس إيدك يا سعادة البيت، بس خلي القضية تتحول من قاضي الإحالة لمحكمة الجنايات وأنا مفرد عني. ليه؟ يمكن ناخد قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوة. يبقى فضل من الله. إنما أنا واثق لو خدت فرصة شهر واحد أجيب المستندات اللي تثبت براءتي من الاختلاف اللي بيتهموني بيه. كل الموظفين في وزارة الأوقاف يشهدوا إن سيد المنياوي إيده نظيفة. الدوسيه كبير وأنا حاطه بالتأجيل لإعلان الشهود. أنا لو قبض عليا يتخرب بيتي، مش هعرف أتلم على شهود، مش هقدر أجمع المستندات. الله لا يرضى. أنا لو جرالي حاجة ابني هيتيأسف ومراتي تموت من الجوع. يا أستاذ أحمد، سيد أفندي المنياوي مقدم لقاضي الإحالة بتهمة الاحتيال. الراجل ده أمره يهمني جدا وأنا متأكد إنه مظلوم. أرجوك ما تنساش، حكم أنت اليومين دول بتتأخر كتير. بصراحة أنا مش راضي عن شغلك. اعتمد علي يا أستاذ، أنا اليومين اللي فاتوا كان عندي بعض مشاكل. طيب أنا عندي مرافعة يوم 15 في محكمة جناية طنطا، احضر عني واطلب التأجيل. حاضر يا أستاذ. آدي فيه القضية. ما تنساش يا أستاذ إن الجلسة يوم 15. طيب نتقابل هنا الساعة 8 قبل الجلسة وننزل سوا المحكمة. إحنا اصطلحنا في قضية والدك وأخذنا من وزارة المالية مبلغ 60 جنيه قبضتهم النهاردة. اتفضل أهم. شكرا يا سعادة البيت. اسمح تمضينا على الوصل ده عشان نرضعه في الدوسيه. يا أستاذ أحمد اوعى تنسى قضية سيد أفندي المنياوي بعد بكرة. أنت اللي هتحضر عنه لأني حكون في طنطا. حاضر يا أستاذ. طيب أنا جاي لحالك. بونجور. بونجور، أنا عازمك على الغداء يا أحمد. فين؟ حتة هتعجبك قوي. مين اللي انت مصوره معاه ده؟ اي صوره؟ صوره
الكتاب ده. اوه دي لازم تكون صورة اسماعيل. اسماعيل مين؟ ابن خالي. يا سلام، وده اللي خلاك تبوظ. اشتغل ايه؟ دكتور عينين ومتعلم في النمسا، وافتكر ان الصورة دي تصورناها سنة 30 في المعرض الزراعي. ليش بيقولك ايه؟ طبعا لان ماما تركية. وامه مصرية. انت طفل كبير، تزعل من غير سبب. مين قالك ان انا زعلان؟ يعني تفتكر ان واحدة زيي ما تقدرش تقرا في عينيك اللي انت عايز تقوله؟ يلا تعالى اما اعلمك ازاي ترقص التانجو. مش عليا اروح اسكندريه واسيبكم. اما ناس خاينين صحيح. في ايه في اسكندريه؟ في ايه في اسكندريه؟ بكره السبق الكبير والليله الكبيره. الصبح حمام في السد. بعد الظهر سبق المؤسسه. بالليل العشاء في مونسنيور والسهره العجيبه في اكسلسيور. ايه رايك في البروجرام الهايل ده يا ديودي؟ بروجرام مدهش، بس اذا كان احمد يجي معانا. انا اسف قوي. بعد بكره عندي قضيه مهمه عند ابو الاحاله ولازم احضرها. سيبك يا شيخ سيبك، هو احنا مسافرين السودان؟ طريق الصحراء والعربية الهيلة، ساعتين نبقى هناك، نقضي يوم جميل وسهرة لطيفة، والساعة 6 نبقى هنا. تفطر وتحلق دقنك وتراجع قضيتك وتكسبها 100%. صحتك. يا خسارة تعبنا وشقانا يا خديجة. حد كان يصدق إن أحمد الخجول الهادي يتفرعن ويفجر بالشكل ده؟ والله دي عين وصابتنا. معاك حق، انا متشائم من البيت ده. ان شاء الله اول ما اقبض الستين جنيه اللي هجيبهم لي عبد القادر بيه من وزاره الماليه نسيب الحته دي ونروح ناجر بيت في حلوان. ده البخور للدهون الشيخ علي. بكرة تشوفي المكان سأحمد يع قالوا ربنا يعدلها لك. ما بقاش انا ام سيد، ده الشيخ علي سر باتع. اتفضلي يا ست، الغرام الكبير. Thank you.
اخويا مالك متردد كده؟ ما تشوف لك حصان تلعب عليه. مالكش دعوه بيه، انا هشوف الحصان او الصيدر عشان لما يكسب يدفع جد. ايه رايك في الحصان ده يا زيزي؟ انا بستبشر باسمي. زيزي يظهر انه او الصيدر، تعال نلعب عليه. انا هعوض لك كل اللي خسرته. انا احسن بوكاريست في البلد. هدور على جماعه اصحابي ونوضب كاريه ونعمل بارتيه البوكر مدهشه. تعال يلا. السلام عليكم يا بيه. وعليكم السلام. انا وقعت من السما وانت استلقيتني. القضيه هتطير برج من عقلي. الاستاذ الصغير محيرني خالص. بالاول قال لي سيب الكراشي مدشدشه والازاز مكسر لغايه ما تتم المعاينه. سبت القهوه زي ما هي. قال لي وعلى الواد يتحرش بيك يودك الشيطان تضربه. فضلت ساكت وكاتم الدم على الايه. الواد اتفرعن عليا، عوض لي يا سعاده البيت. ما تفهمش تلمع الحمار الحصاوي ده منين؟ طول النهار راكبه وعمال يبطع بيه قدام القهوه. برضه استحملته. انما اللي مش قادر استحمله ابدا يا سعاده البيت، اللي مفور دمي، اللي منكد عليا عشتي ومحرم عليا الاكل والنوم، ان الواد كل ما يفوت عليا في القهوه يطلع لي لسانه. وقصده ايه من تطليع لسانه يا معلم بتوعي؟ قصده ايه يا سعاده البيت؟ عاوز يفرسني. 14 سابقه كلها ضرب. ده عمري سرقت ولا نصبت ولا شميت كوكايين. الخط كله يعرف ان جدع ابن جدع، واخر المتمة يجي الواد عوض فلفل يطلع لي لسانه. لا 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 لا، ده شيء مش لطيف. اتفضل سيجاره. متشكر. دي دندره شغل بنك مصر. طيب يا معلم بتقول. السلام عليكم. توفيق افندي، يبقى فوت عليا بعد ما تشطب المكتب، انا محضر لك. طب سلام عليكم. والد الاستاذ احمد قال له عادي يا مسعف. طيب خليه يتفضل. الو، عاوز مين يا فندم؟ الاستاذ احمد علوي؟ لا، ما جاش النهارده. اهلا وسهلا، ازيك على فندي؟ الله يبارك فيك. اتفضل استريح. اتفضل. ازاي صحتك؟ الحمد لله. لما بشوف احمد بتصمم منه على صحتك. متشكر. انا والله مكسوف اقول لك يا على فندم. انت عارف صداقتي عيش بيك. احمد بعتبره زي ابني تمام، انما صراحه انت تفهم خالص. كان عندي النهارده واحد زبون بيشتكي لي منه مر الشمع، وكل ما اسال عنه ما لقيتش. مره في المجله ومره في المطبعه. النهارده ما جاش المكتب. انا زعلان منه خالص. انا مش عارف ايه اللي طالع في عقل الولد ده ومخليه غاوي الروايات. لو كنت عارف وانا بشقى عشان ادفع له مصاريف الحقوق انه هيطلع بالشكل ده، ما كنتش دخلته مدارس عاليه. احسن مني عبد القادر بيه بيوظفوا ولادهم بالبكالوريا. كان نفسي اشوف احمد محامي قد الدنيا، ولا وكيل نيابه، ولا قاضي. مركز الواحد يتشرف بيه قدام الناس. ايه، ربنا عاوز كده. احمد نبيل جدا، بكره يعقل. ده في الشباب، انما ما خبيش عليه. النهارده كاتب النقابه كان عندي وقال لي ان في شكاوي كتير ضده، واخرتها. اخرتها ايه يا سعاده البيه؟ ينشطل اسمه من جدول المحامين. احمد وصل لك الستين جنيه اللي قبضتهم لك من وزاره الماليه؟ ايوه.
لازم يكون اداهم لوالدته. باس باس طول كاري كاري دام كاري اس. ما تديلوش فلوس يا احمد، كفايه اللي خسرته النهارده. اخر 10 جنيه جرب حظك. انا منحوس قوي اللي لازم. مش مكسوف من نفسك ترجع بيتك في وش الفجر؟ مش مكسوف من الناس اللي شافوا البيه المحامي راجع بيته يتطوح؟ ده كان يوم اسود يوم ما خلفت. حد يصدق ان ابن علي علوي اللي ما يسيبش فرض تبقى دي حالته؟ هتشوف قضاياك ازاي يا افندي؟ اموال الناس واعراضهم اللي ائتمنوك عليها، باي عقل هتترافع قدام القاضي؟ انا فهمت دلوقتي ليه مش عاوز تتجوز راويه. حياة السهر والخبص اللي ابتديت تعيشها هي اللي تلفت عقلك. أنا اللي مرضاش أديها لك دلوقتي. راوية تاخد سيدك وتفرها برقبتك. ربنا يحاسبني لو جوزتها لك عشان تسيبها متلقحة طول الليل وأنت داير لي بالخمامير. أنا عملت اللي عليا وخليتك بني آدم. من هنا ورايح أنت اللي تصرف على نفسك. ما أقدرش أديلك فلوس علشان تروح تصرفها في اللي يرضي بالله. فين المبلغ اللي إداهولك عبد القادر بيه؟ ضيعته؟ ما ترد، ما تتكلم. انت مش عارف ان امك عيانه بقلبها وان مصاريف الحكمه قسمت وسطي. كنت منتظر المبلغ ده علشان اخد لها بيت في حلوان زي امر الدكاتره. انت جاي هنا تعمل ايه؟ ارجع مطرح ما كنت. لا انت ابني ولا اعرفك، انا متبر منك يوم القيامه. اخرج اخرج، ما تعتبش البيت ده ابدا. مش عاوز اشوف بالشكل تاني. انت جرالك ايه في عقلك؟ طول عمرك ما يعجبكيش العجب. ايه سي احمد ده اللي طلع لنا على اخر الزمن؟ بقى حد يصدق ان زهيره تحب واد زي ده؟ رايحه فين؟ رايحه مع سي احمد. جايه منين؟ كنت مع سي احمد. سكينه سرقاكي. انت مش فاهمه ان سليمان بيه راجع من فيشي بعد يومين؟ طب وايه يعني؟ وايه يعني؟ اه طيب. ده الناس كلها بتتكلم عليكم، في كل حته بيشوفوكم مع بعض، ده حتى فاكرين انه عايش هنا عندك في البيت. يا سلام لو الاخبار دي بلغت سليمان بيه. اه انا ما يهمنيش سليمان، راجل اكبر مني ب 30 سنه. اه حضرتك ضحيت التضحيه الكبيره دي عشان خاطر سي احمد. بس انا عاوز اعرف في ايه يتحب؟ ما اعرفش، انما انا بعتقد انه هو اول غبي قدر يفهمني. يا سلام. يمكن انت وغيرك ما تقدروش تفضلوه، انما انا بشعر غريبة. مين اللي جاي دلوقتي؟ الله، ايش جابك دلوقتي يا احمد؟ اتخانقت مع ابويا وسبت البيت. الله، احمد عزيزي، حصل ايه؟ مفيش، انا وصلت زهيره بالعربيه فلقيتها تعبانه، طلعت قعدت معاها شويه. ايه؟ ايوه. طيب اسيبكم انا بقى لوحدكم. بونسوار. البونسوار قال ده احنا بقينا الصبح. بونجور.
يعني كان لازم محمود يطلع معاك لحد هنا؟ دي مش حجه محمود، انت اللي متضايق علشان سبت البيت. بالعكس انا مبسوط قوي وفرحان اللي اتخلصت من قرفهم. بكره تشوف الفلوس حقين ازاي من مجهودي الشخصي. نادي نمرة ستة. نمرة ستة. سيد البنياوي. القضية مطلوب حجزها من فضلك يا أستاذ. مطلوب حجزها يا فندم. أنا حجزتها مرة قبل كده، الرول خلص. أنت اختلست 30 جنيه من مأموريتي الأوقاف في أسيوط. بس المحامي بتاعي ما جاش يا سعادة البيت. النيابة. المواد الواردة في قرار الاتهام. دافع عن نفسك. قررت المحكمة إحالة القضية إلى محكمة جنايات مصر لدورة نوفمبر مع القبض على المتهم سيد المنياوي. والله مظلوم يا سعادة البيت، مظلوم يا ناس، مظلوم. بابا بابا والله مظلوم يا سعادة البيت، مظلوم. خربت بيتي، ربنا ينتقمني منك. أنا نصحتك كتير واستحملتك علشان خاطر والدك، لكن وجدت مفيش فايدة معاك. سوقت سمعة مكتبي. أنت ما تصلحش إنك تكون محامي. اتفضل. السلام عليكم. أهلا وسهلا يا بيه. هل إذنك بس في أوضة فاضية؟ أيوة موجود. الأوضة اللي على الشارع ب 15 قرش والأوضة القبلية ب 10 ساعة. طيب اديني أوضة ب 10. أيوه حاضر. تسمح تقول اسم حضرتك إيه؟ وتشكر. ما تأخذنيش يا أستاذ. اللي بيجوا من غير شنط بندفعهم مؤدب. وتشكر أوي أنا آسف. يا عباس. نعم. أوضة نمرة 9 للبيت. أهلا وسهلا يا بيه، اتفضل. النيل الحارس، عنوان مدهش. أتعشم يكون الموضوع كويس زي عنوانه. لما اروح واشوف. انا محتاج لقرشين، تقدر تديني حاجة تحت الحساب؟ انا اسف ما عنديش دلوقتي، لكن مدير مسرح فرعون سأل عنك مرتين في التليفون النهاردة، عاوز يشوفك. ليه؟ يظهر انه عاوز يخرج رواية زهيرة على المسرح. والله احمد وحشني. فين يا بنتي حموت قبل ما اشوفه؟ ما تقوليش الكلام ده يا تيزا، انت صحتك احسن. خد اديني الشكوى جاية. حاضر يا تيزا. عاوز اديكي حتتين الصيغه دول قبل ما اموت. بس ليه الكلام ده يا تيزا؟ ربنا ياخد بيدك ويخليكي لنا. المصحف ده كان بتاع المرحومه نينا. خدي البسيه. ازيك النهاردة يا خديجة؟ الحمد لله يا عمي، صحتها احسن. الحمد لله. انت مش هتسامح احمد بقى علشان خاطري؟ عاوز اموت مرتاحة. ما تخافش، بكرة يعقل وضيف ويطلع من الله. ده ابني زي ما هو ابنك يا خديجة، لكن عاوزاني اروح انا ادور عليه ولا هو اللي يجي يستسمحني؟ معلش عشان خاطري. ده خيب املنا وشمت فينا الناس. تسمح تديني عنوان الاستاذ احمد علي؟ اللوكاندا الشرقيه الكبرى بميدان الخزندار.
تليفون 58-099. على فكرة أحمد علو ده ما تنشرولوش حاجة أبدا، ده لازم جراله حاجة في عقله. مواضيعه بقت مبتذلة. ألو، مين يا فندم؟ الأستاذ أحمد علو مش موجود. شوفيه هانم في مجلة العصر. أفندم؟ ما لقيتهوش؟ بتقولي عاوزاه ضروري. حاضر. شارع عبد المنعم 13، نمرة التليفون 53-421. ميرسي. بونجور. انت اتأخرت ليه؟ اصل فوت على مسرح فرعون قبل ما اجي على هنا وقبضت ثمن. خلاص انت زعلانه ليه؟ ما زعلش ازاي؟ اذا كان قطعوا التليفون عشان ما دفعناش القسط، الناس يقولوا علينا ايه؟ افادد اللي عليا ازاي؟ اجره البيت، قسط البيانو. لا لا ما تزعليش ابدا، خد 50 جنيه هم تسديد اللي عليك كله. 50 جنيه بس؟ اصل دي اول روايه قلبتها، مدير المسرح وراني كونتراتات لمؤلفين مشهورين رديو ب 30 جنيه. مهنه الادب ما بتوفرش عيش في البلد دي ابدا. بكره ياما تكسب. تعرف انا بتخيل ايه يا احمد؟ ليله الافتتاح الاعلانات ميه الشوارع، صورك طالعه في كل الجرائد زهيره بقلم احمد علو المحامي. الناس بتتزاحم على شباك التذاكر والصاله مليانه، وانا وانت في بنوار وكل الناس بتبص. بعد ما تخلص الروايه هي برافو برافو. ادي الكلام اللي يفتح النفس. انا حكيت من مجله العصر القصه اللي حكيت لك على موضوعها امبارح. الويسكي عندك بره، انا واصله اشوف بنت عمي علشان عيانه. باي باي. باي. الأستاذ أحمد موجود. حضرتك مين؟ مين اللي بيسأل يا مفيدة؟ أنا راوية بنت خالد أحمد، تسمحي لي أكلم حضرتك كلمة واحدة؟ أفندم. أنا جاية أترجى حضرتك بخصوص أحمد. إيه في إيه؟ حضرتك عارفة إن أحمد سايب البيت بقاله 4 أشهر. مش أنتوا اللي تاخدينه دلوقتي جايين تدوروا عليه؟ اسمحي تسمعيني شوية. حضرتك عارفة الوسط اللي نشأ فيه أحمد والحياة اللي كان عايشها، ومرة واحدة اتغير بقى يجي البيت الفجر سكران، يوم ما اتخانق مع ابوه كان بايت بره. وماله هو اتغير؟ انا عارفة انه كبر، لكن انا ادرى من كل الناس باحمد، ده ما يقدرش على العيشة اللي هو عايشها دلوقتي. انا متأكدة ان اعصابه هتتلف. ان كنت بتحبيه يا هانم انصحيه انه يرجع بيت ابوه، امه عيانة قوي نفسها تشوفه. ده كلام فارغ، انت اللي بتحبيه، لان هو حكالي على كل حاجة، قال لي انهم كانوا عاوزين يجوزوهولك هو اللي ماخدش لانه بيحبني انا، حبني انا بس. الله، ايه اللي جابك يا رب؟ انا طلبت هنا في التليفون لقيته ما بيردش. ما جابنيش الا ان تيزا عيانه قوي نفسها تشوفك. انت لازم تعرف الواجب اللي عليك. احنا طول النهار في البيت ما بنغيبش الا من 4 لـ5 لما بروح انا وتيزا عند الحكيم. ما تزعليش يا زيزي، دي مجنونه. ما بقاش اللي ازعل من واحده زي دي كمان، انا زعلانه لاني مش قادره اسدد الفلوس اللي عليا. ولا يهمك، انا هعرف منين تيجي الفلوس. التاكسي يا ست. طيب، تعالي يا مفيده خدي اجره البيت. انت عايز منهم حاجة؟ ايوه قسط البيانو. وانا عايز اجرة البيت، شهرين متأخرين. واحنا عايزين 3 اقساط. طبعا الست مش موجودة. سايبالكم الفلوس ويايا. تعال. اخيرا. سلام يا احمد بيه. البيت نور يا ابني. بابا هنا؟ لا يا سيدي خرج. ونينا؟ راحت مع السراوي عند الحكيم وزمانهم جايين. طيب روح اعملي الفنجان قهوة. حاضر يا سيدي.
كان قلبي حاسس انك هترجع. برضو اهون عليك تفوتني المدة الطويلة دي وانا عيانة ونجيش تسأل عليا. انا ماليش في الدنيا غيرك. ما بين جيت هو يا نينا. ربنا يهديك يا حبيبي. وليه ما طلبتهمش مني يا بينا كله أدب وإنسانية وذوق سليم. شوف الشقة المدهشة. الشقة وصاحب الشقة ومحصة صاحب الشقة تحت رجلين الملاك. زهيرة هانم مش موجودة؟ هي مش موجودة. حضرتك دخلت ازاي؟ دخلت من الباب. لكن انا قفلته بايدي. حضرتك مين؟ انت ده. فهمت. اصل البرواز ده اتشرف بصورتي قبل ما يتشرف بصورتك. انا عارف يا فندم. حضرتك عم زهيرة هاني. ايوه انا عمها. وحضرتك تقرب لها ايه؟ انا صدق الحمد لله اللي ما طلعتش خلها احسن نبقى نسايب انا وانت. اسمع يا لا انا عمها ولا انت صديقها. نتفاهم من غير زعل. انا اكبر منك في السن والموقف ده اصبح عادي بالنسبه لي. مره اسيب ومره انساب، مره اكره ومره انكره، وفي الحالتين ااكد لك اني انا الكسبان. البرواز ده اللي فيه صورتك وكان فيه صورتي شاف قبلنا ناس كتير وهيشوف بعدنا ناس كتير. لما كنت في سنك كنت عيني وراسي نشفة. لما كانوا ينصحوني اني اسيبها كنت افتكر انهم عاوزين ياخدوها مني. لكن دلوقت اصبحت استخسر اقل نضال بسبب امرأة من العينات. لما توصل لسني وتقف الموقف ده تحط طربوشك على راسك وتقول جود باي. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه. لا الوداع. اسهمي نزلت في الشركاني وانا بعتها. احمد انت جاي منين دلوقتي؟ ما انت عارف كنت عند بنت عمي وبعدين جوزها مسك فيا على العشاء. كذابه غشاشه. دلوقتي عرفتك على حقيقتك. اشتي الغش والنداله والغدر. غصب عني يا احمد سيب دراعي. انا عاوز انتقم لنفسي. دراوية اللي زلتها يا ابويا اللي ما طوحتوش، لام اللي في اشد حالات المرض ولا سالتش عنها. وده عشانك عشانك يا غشاشه. يوم ما عرفتي كنت بتخدعيني. مش هعرفك بعد اللي لاقي. سامحني يا احمد انا غلطانه كنت مضطره. انا راجع بيت ابويا لاجل مطهر نفسي. حاسس ان كل ذره بدم اتلوثت. الحب والتضحيه خساره في اللي زيك. اللي زيي؟ مالها اللي زيي؟ حبيتك وضحيت علشانك وطردت كل اللي اعرفهم وفضلت جنبك اناديك زي الطفل. علمتك ازاي تلبس ازاي تتكلم. عيشتك في الجو اللي كنت تحلم بيه. خليتك فتحت بعد ما كنت اعمى. ابعدي يا ريتك كنت اعمى.
انت جاي هنا تعمل ايه؟ اللي كانت بتدافع عنك ماتت بسببك. مالكش مطرح هنا في البيت ده دلوقتي. وقضى مش ناوي تدفع اللي عليك ولا ايه؟ الدفع عندنا نظامه كل اسبوع، وانت بقالك ثلاث اسابيع ما دفعتش حاجه، ايه الحكايه؟ طيب معلش، اصبر عليا شويه من فضلك. لا يا فندم، احنا صدرنا كتير، صدرنا كتير قوي، ان ما كنتش هتدفع بكره هضطر اجر الاوضه لواحد ليه؟ يا سلام، جاي اسال عليك يا اخي. خد لك سيجاره. خد بقى يا راجل، تتضايق وتحتاج لفلوس ولا تفكرش فيا؟ يخونك يا اخي العيش والويسكي. انت فاكر يعني اما تزعل حضرتك من زهيره لازم تزعل مع الناس كلها؟ لا عايز اسمع اسم زهيره ولا عايز اشوف وشك. وانت تقدر تعيش من غيرها؟ شوف بقيت ازاي بعد ما سبتها، ما انتش قادر تكتب حاجة ابدا. وانت عاوز مني ايه؟ مفيش حاجة في غاية البساطة، مسألة مش هتكلفك حاجة ابدا، انما تكسب فيها 100 جنيه. انت فاكر فريد؟ فريد اللي عرفتك بيه في اسكندرية، بيحب بنت فرنجية بتشتغل رقاصة في كباريه. اما حتة بنت يا احمد جنان. وانا مالي يا اخي؟ بس حلمك عليا شويه. المحافظه يا سيدي عاوزه توزع البنت دي من مصر، لان الفيزا بتاعتها انتهت مدتها. عملت المستحيل علشان اخلي البنت دي تفضل، ما امكنش. مفيش الا حل واحد، هو انها تتجوز، ولازم تتجوز واحد مصري. كان ممكن ان فريد يتجوزها لكن ابوه يحرمه من الميراث. ايه رايك يا بطل لو تتجوزها انت وتلها في 100 جنيه؟ هي دي الحكايه اللي جايلها عشانها؟ اهرج! انت فاكرني انحطيت للدرجه دي؟ انا لو شحت، لو مت من الجوع، ما بيعش اسمي ولا طقش سمعتي. اهرج! اهرج! انا هتخرج منها.
يا احمد، حرام عليك شبابك. انا تعميت من العياد. تعيتي ليه يا ماما وانت صغيره؟ روايه عظيمه جدا. تعرف مين اللي الفها؟ احمد علوي اللي كان معانا في كليه الفنون. لا يا سيدي. من بيتها ما انتش قادر تكتب حاجه ابدا. خيالك قطه، اسلوبك انحط، النقاط بتصرخ في وشك والجمهور مفضي من حولك. انت لسه بتحبها؟ مش ممكن تحبها، مش ممكن. لا امان سيبني. انت اللي بيعت من زمان، انت اللي اغرقني نعرفه، انت اللي كرهتني في يوميا، انت اللي حرقتني على الخمر وجوبيني. علشان عاوز احصل برتيت في البوكر عند ادهم بيه الليله، هجيب لي خبر. يا رب انت عالم بحالي وعذابي، ريحني من الدنيا بقى ومن على ابني احمد بالشفا. مستشفى الامراض العقليه. ايوه يا فندم، انا الدكتور زكي. الحمد لله زي ما قلت لكم كانت حاله عصبيه بسيطه تحصل لاي انسان، هو كان لازم له شويه راحه. ان شاء الله بعد 5-6 ايام يقدر يسيب المستشفى. عليك يا احمد انا هاوية. ما تخافش يا احمد، الدكاترة طمنوني النهارده كلها يومين وربنا ياخد في يدك.
عاد الزياره انتهت.